Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très très bien. Donc dans cette vidéo, on va corriger ensemble un examen local. On va faire un examen local en 2022, les réponses proposées. Je vais vous faire un examen qui confie la plupart des questions, les titres ou les probables. انهم يكونوا في ليكزامان دوزيامون حاولت ان ناخذ هذا ليكزامان باش يعني على يعني نعتبروكم اون باز باش نديروا واحد لا ريفيزيون جينيرال ديال لي كور او ميم طون تكتسبوا اون ميثود بور نورمالمون ريبوندر ان امبورت كيل كيسيون باش تكون عندكم واحد الطريقه فعاله كيفاش تجاوبوا على جميع الاسئله اللي تيكونوا في الامتحان قبل ما نبداو هذا ليكزامان قبل ما نبداو التصحيح ديالو كنتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو لو ماكسيموم وتقولوا للاصدقاء ديالكم اللي مازال ما تابونايش يتابوناو باش نوصلوا لذاك 70 كان اللي قلت لكم اللي هو الهدف الحالي ديالنا وتنشكركم على التشجيعات ديالكم وعلى التعليقات ولي كومونتير والمسائل كلهم زوينين ديالكم دونك نبداو لا كوريكسيون ديال هذا الامتحان ولا بروميير دي شوز غنخليكم مع لو تيكست دونك نقراو لو تيكست ونفهموا لو تيكست مزيان باش نجاوبوا على هاد 6 بوان ديال كومبريونسيون بكل سهوله Donc, à la baraka de Allah, le 29-12-2019. Donc, le Yon, c'est le lieu de l'écriture. Où le Makan fait que c'est le lieu de l'écriture. C'est le 29, c'est le jour. Mois décembre, c'est le mois 12. 2020 ou bien 2019, c'est le Sanan qui s'est fait de la lettre. من بعد كنلاحظ بان هاد لا ليتر هادي كتحترم داك لا ستركتور دو لا ليتر كونفونسيونيل علاش حيت فيها 8 ديال العناصر دونك العنصر الثاني اللي غيكون في هاد لا ليتر سي اغوش الى لاحظتوا اغوش عندنا مهدي اجنان ديليغي دو كوليج الفضاء التربوي دونك مهدي اجنان هو المكلف هو لو ريبريزونطون هو الممثل هو المندوب ديال اعداديه الفضاء التربوي حي الوحده كي سو تخوف احي الوحده دونك سي لادريس du collège Léon ou Jatf Léon. Nous avons d'abord à droite les coordonnées du destinataire. On a les informations خاصة بالمرسل إليه يعني الطرف الثاني اللي غنتكلموا معاه. C'est à monsieur le directeur du collège Al-Fada Tarbawi Léon. Automatiquement, هذا c'est un élève, Mehdi Ajnan c'est un élève. تتوجه تهضر مع المدير ديال المدرسة ديالو اللي سميتها الفضاء التربوي كي سو تخوف عليون وتحية الناس ديال العيون إلا كانوا كيتفرجوا فينا والناس ديال لو سود بصفة عامة لوبجي كيكون دائما هو العنصر الرابع ديال هاد الانواع ديال الرسائل غوميرسيمون دونك شنو غنفهم هنا بان مهدي اجنان غوميرسي دون سيت ليتر لو ديريكتور دو كوليج يعني من لوبجي كنعرف بلي الرساله علاش غتكون كتهضر بالضبط هاد مهدي غيكون تيشكر المدير ديالو على شي حاجه معينه غنكتشفوها من بعد مسيو لو ديريكتور سي لا فورمول دابيل J'ai l'honneur de vous écrire. أتشرف أن أكتب لكم. يقدر يسطر لك على هذيك فو نهار الامتحان ويقول لك أكي رونفوا لو برونون سوليني وغادي نقولوا بأن فو رونفوا أو ديريكتور وهنا هادشي كيبين أن لو فوفوامون اللي استعملوا لي ميتور كيعبر على لا بوليتيس فعاود ما يقول له جي لونور دو تيكخيغ أتشرف أن أكتب لك قال لك نكتب ليكم دونك هنا سي لا بوليتيس لو ريسبي الاحترام والتقدير Pour vous exprimer, voilà le vœu de politesse, je vais vous donner les sincères remerciements, la choukr sadiq d'Ali, et ma profonde gratitude et imtinan d'Ali l'Ikoum Kbir, pour nous avoir, voilà le sabab. C'est le sabab d'Ali le remerciement. Je ne vais pas dire que je vous remercie à l'Allah, je vais vous remercier à l'Allah, le service que vous avez donné, ou la tassini la main d'Ali, pour le reste que vous avez besoin. Donc pour nous avoir, donc je vais vous remercier, أولا من حقوقه هو أنا تهدر بجميع بصفة التلامذ كلهم بوغ نو زافوا أكوردي لوتوريزاسيون دونغانيزي أن ديبا حيتاش منحتو لها السي المدير باش ننظموا أن ديبا واحد النقاش ولا واحد المناقشة سور لي دغوا دو لا فام دون لي ريجيون دو سود أو بيان دو سود وهاد النقاش أولا هاد الموضوع اللي كنا نظمناه بالفضل ديالكم كان تيتكلم على ولا كان تيطرق للحقوق ديال المرأة dans les régions de sud في المناطق ديال الجنوب بحكم هما ساكنين في اليوم le deuxième paragraphe l'expérience que nous avons vécu c'est le participe passé du verbe vivre عاش يعيش on dit تجربة اللي عشنا moi et mes camarades voilà انا والاصدقاء ديالي en préparant ce débat وحنا تنحضروا لهاد المناقشة هذه nous a permis d'acquérir, سمحت لينا نكتسبوا
de nouvelles connaissances. Je voudrais remercier aussi également donc dans cette lettre Mehdi ne remercie pas seulement le directeur. Mais il remercie le directeur et d'autres personnes. Je voudrais remercier aussi nos professeurs qui n'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de notre travail des plus agréables, qu'ils en soient remerciés. Le corps, avec toute ma reconnaissance, je vous prie d'agréer l'expression, monsieur l'expression, de ma plus haute considération. Donc voilà. La formule finale, pardon, de politesse. Veuillez agréer, monsieur le directeur, notre profond respect. Voilà, donc la formule finale, ou le de congé, ou le de politesse, c'est Ibar al-Khitamiya. Mehdi Ajman, délégué du collège, c'est la signature. Voilà, la lettre est composée de 8 éléments. C'est la signature, la compréhension. Azizi, Azizati. أو أعزائي التلاميذ راه تتكون عليها 6 ديال النقاط في الدوره الاولى ولا في الدوره الثانيه انت ولا انت ما تيخصكش تضيع فيها كاع النقاط هادشي الا بغيتي تجيك واحد النقطه زوينه في الفرنسيه اللي ما عمرك جبتيها من قبل سي بون دونك هاد 6 بوين او موان تكون مطنب تكون مجلج ديال بصح خصك تجيب 4 ديال النقاط جبتي اقل من 4 راه بلاصتك ماشي القرايه بلاصتك شي حاجه اخرى باسكو كيف ما كتشوفوا الاسئله كلهم غير اختيارات وشي حاجه اللي بسيطه سي بون خصوصا في الدوره الاولى السؤال الاول قال لي نعمر هذاك الطابلو اللي كتكون عليه دو بوين جوج نقاط نص نقطه لكل حاجه غنستخرج ليكسبيديتور فاش تنقول ليكسبيديتور عقل لي الله يرضي عليك ان في مدرستك يقدر يبدلوا لك ما يقولكش ليكسبيديتور نهار شي حد يقول لك لي ميتور بحال بحال مي تنقول ليكسبيديتور سي لو سينونيم دو لي ميتور هو المرسل سي سولوي كي ا اكري اي كي ا انفوي لا لتر هو اللي يرسل الرساله ديما في لا لتر كونفونسيونيل تلقاه على اليسار ولا تلقاه اون با في السينياتور دونك سي مهدي اجمان مهدي اجمان دونك سي سولوي كي ا اكري لا لتر ا كي دونك اللي تنقول لو ديستيناتير يقدر نهار الامتحان اخي البطل يبغي يدوخك يقول لك ريسيبتور ريسيبتور سي لو ديستيناتير سي لا ميم شوز سي لا بيرسون ا كي اون بارل فوالا دونك هو الشخص اللي تنتكلموا معاه يعني المرسل اليه دونك ا مسيو لو ديريكتور دو كوليج دونك يكفي انك تكتب ليا لو ديريكتور غنعتبرها صحيحه الناس اللي كتبوا مسيو لو ديريكتور حتى هي صحيحه ا مسيو داك قابلاش واش مفهوم اولا لو ديريكتور دو كوليج حتى هي صحيحه لا فورمول دابيل ديما لا فورمول دابيل كتكون اونتر لو كور اي لوبجي تحت من لوبجي وفوق من النص دونك سي مسيو لو ديريكتور شرا ساهل بزاف ديجا عندي فيديوهات فلاشين جو بونس راه تفرجوا فيهم درنا امثله ديال الرسائل كيفاش كنجاوب عليهم دونك كلشي درنا نكملوا لا فورمول فينال اللي تنقول لا فورمول فينال هي داك الجمله الاخيره فوي اغري شو اخر سطر فوي اغري انا غادي ندير ثلاثه نقاط ولكن انت نهار الامتحان ما ديرش ثلاثه نقاط انا غنقول لك من الى سي بون Donc la formule finale, là, c'est veuillez agréer, monsieur le directeur, notre profond respect. Cool. C'est bon. Voilà. Très bien. Donc la question 2. La question 2, Galia, cochez la bonne réponse. Cette lettre est une lettre, Risala, via Risala. Wesh conventionnelle, wesh hiya idaria, ou la amicale, diat sadaqa, ma bil asdiqa, ou la personnelle, li katkoun ma bil asdiqa, ou la ma bil la'ila. Hna Mehdi Ajnan, ra titkellem ala le directeur. Automatiquement, c'est une lettre conventionnelle, angolo, parce que Mehdi Ajnan s'adresse à un directeur, à une personne importante, qui s'est dit, ma chassi mouhim. Deuxièmement, il y a donc pourquoi le justifie ta réponse, cette lettre est composée de 8 éléments. Peut-être, mais il y a des arnaques. Je vais justifier ta réponse.
cette lettre E, عاوتاني قال لي واش هاد الرساله هي دانفيتاسيون يعني فيها استدعاء واش بصح مهدي تعرض على المدير نو واش ريبونس ا اون انفيتاسيون واش مهدي عرضوا عليه هو تيجاوب في هاد الرساله واش غيقبل العرض ولا لا نو واش هي رومارسيمون وي يعني انا واخا تكون مطنق راه نقدر نقلب على هاد ثلاثه اجوبه في النص غادي نلقى رومارسيمون ما غاديش نلقى هاد لا كيسيون 3 Donc la question 3, pourquoi l'émetteur علاش المرسل remercie-t-il le destinataire علاش المرسل تشكر المرسل إليه يعني شنو هو السبب أولا قبل ما نجيب السؤال ربط السؤال بالجواب هذه أهم حاجة حيد هذيك pourquoi شنو غيبقى لك l'émetteur ونحيد هنا l'inversion de sujet هذيك تيل نحيدها غتبقى لي l'émetteur remercie ديما تنبدا الجملة ديالي في الفرنسية سوجي فيغ كومبليمون لو ديستيناتير دونك المرسل تيشكر المرسل إليه بوركوا نقولو بوغ حيتاش أرجع لهنايا فاش قال لي بوغ فوز إكسبريمي مي سانسيغ رومارسيمون إي ما بروفون غراتيتود بوغ نو زافوار تاخد هذاك الشيء هذيك نو غاتحيد غاتولي لو غاتلاقى لنا مع فوار غاتولي لافوار أكوردي يعني ماشي بوغ نو زافوار حنا Pour l'avoir accordé, l'avoir accordé l'autorisation parce que un débat. L'autorisation d'organiser un débat. Ou c'est pas la peine de vous dire un débat sur quoi, à propos de quoi. Un débat. Sur les droits de la femme dans les régions du sud, ça y est, ça n'a pas de problème. Le moyen, c'est que déjà, il y a un l'aide, quand on demande de l'aide pour faire une activité, on peut le dire, donc on peut le dire, c'est bon. La question 4, c'est en plus du directeur, il a fait le modir, non. Qui d'autre? Je connais Homa, les Chkarhomes. Pourquoi? Allah, je vais faire le paragraphe de date. قال لي جو فودري رومارسي اوسي نو بروفيسور يعني هنا ما شكرش غير المدير في الرساله شكر حتى الاساتذه كيفاش غادي نجاوب غادي نقول له اون بلوس بالاضافه للمدير اون بلوس دو ديريكتور بالاضافه للسي المدير شنو سميت المرسل اليه مهدي راه شكر رومارسي شكون هما الناس اللي شكرهم غنقول ايضا رومارسي اوسي les professeurs voilà دابا راه جاوبتيني على النص ديال السؤال راه شكر الاساتذه مكتوبه في النص دابا علاش شكر هو الاساتذه غتقول له لان كار ديما ملي يكون لك بوركوا جاوب كار ولا بارسكو كار رجع النص قال لك كي نو ايبارني اوكان ايفور حيتاش ما كانوش كيبخلوا عليه يعني ضحاو معاه بدلوا معاه مجهودات كار il تتعود على لي بروفيسور نو épargner aucun effort pour حيتاش ما كانوش تيبخلوا بجميع المجهودات ديالهم pour rendre les conditions باش يخليو ظروف العمل اللي كان كيشتغل فيها المرسل وصحابه les plus agréables du travail les plus agréables داكشي علاش تا هما ما نساهمش وشكرا سي بون دونك لا دانييغ كيسيون السؤال ديال هوتا ديال فغي فو ساهل بزاف عطاونا 3 فراز وغادي نقول انا واش فغي ولا فو القمارة عاوتاني ما تقمرش قرا الجملة قلب في النص لقيتيها سي بون دير فغي ما لقيتيهاش دير فو باش ما تضيعش النقط اللي عرضي عليك La première phrase, c'est que Mahdi veut organiser un voyage. Wallah, ya khouya, ou tu qalib aladik un voyage, fa nas, yma tlaqa ala, qaysa, jim dawar mahdi. Gal kwa shahna fa nas, huwa ra bghay organiser, qalib ala le verbe organiser, fa nas, kayen fi star tani. Wash bghay ndam un voyage, hdar wa ala shi safar, non, hdar ala un débat. Donc la première phrase, c'est faux. Mnad min barra bhal asmina diyan deuxième. Mahdi veut organiser un débat. Oui, c'est vrai. Madame, on ne peut pas parler de la safar. On peut parler de la débat qui veut dire à la moyenne.
مهدي ريسبونسابل دون اسوسياسيون الله يولي تقلب على الاسوسياسيون في النص والله لا لقيتيها قال لك واش مهدي هو المسؤول على شي جمعيه مهدي سي تان اليف بحال بحال كاع التلامذ اللي تيقراو في كوليج دونك هما قالوا لنا كوليج ما قالوا لناش اسوسياسيون دونك لا فراز اي فوس دونك سي فو فوالا تري بيان دونك دوزيام لونغ اي كومونيكاسيون في لونغ اي كومونيكاسيون قال لي ايدونتيفي لو موان دو كاركتيريزاسيون اون غرا dans les énoncés suivants. Donc, attends, on a des énoncés. Ou que si vous voulez une kalimat, on a une exception de l'khbar. Que si vous voulez une kalimat, c'est bon. Donc, les moyens qui sont les moyens de caractérisation. Nous avons fait une vidéo de l'khbar. De caractériser, dans le prof Mouadou, c'est de faire une vidéo. Pour caractériser un nom, fait un bon sujet ici. Soit c'est un des adjectifs épithètes attribués. L'adjectif épithète qui vient à côté du nom. L'adjectif attribué. Séparé en nom qui compte l'ism dialo, boire le verbe d'état qui combinaison être, paraître, etc. Je fais les compléments de nom, je vais vous dire que vous avez deux ou du préposition plus un nom, c'est un complément de nom. On peut caractériser également le nom par une subordonnée relative. Donc, dans mon souhait, l'ism, subordonnée relative. Je vais vous dire subordonnée relative, les pronoms relatifs simples, qui, que, dans, où, donc la phrase dit qu'on fait des pronoms, c'est ma proposition relative. Ou je fais un les superlatifs, le plus, la plus, les plus, le meilleur, la meilleure, etc. Je fais la comparaison, et ça, c'est le fait à l'étude de comparaison comme. Donc, ils sont les moyens de caractérisation. Les vacances de l'hiver. Donc, les vacances de l'hiver. Donc, on dit que les vacances hivernales, donc la chtouya, hivernale, elle a un adjectif. Ou là, on dit que les vacances de l'hiver. Donc, on a deux plus non. تتسمى كومبليمون دو نو يعني هنا يعطاك لي موان دو كاركتيريزاسيون باينين بارفوا كيقول لك انت سطر عليهم انا قال لك عطيني هي لا ناتور ديالهم واش كومبليمون دو نو واش غولاتيف واش ادجيكتيف تيلمون شونتي اون شونتي باغ اكزومبل خصني نعرف بلي ملي كيكون عندنا غالبا لي مو غالبا ماشي ديما اللي تيساليو مون بحال ادميرابلومون جونتيمون ميرفيوزمون تيلمون فريمون اكسيتيرا هادو تيتسمو دي زادفير مثلا بغيت نوصف لك راسي قلت لك ولا نوصف لك الاحساس ديالي قلت لك جو سوي تيلمون شونتي راه ماشي انا غير اون شونتي باغ اكزومبل ما غاديش نقول غير اون شونتي انا مسرور جد مسرور دونك تيلمون هي تخي كيتسمى ادفير qui se situe au sud. Bref, Lyon, c'est une ville, ou là, c'est une belle ville qui se situe au sud. Lyon, il y a une ville qui est en train de se faire. Il y a une caractérisation à l'aide d'une subordonnée relative. C'est-à-dire que je vais vous dire qu'on fait qui, ou là, que, ou là, dans le haut, c'est une subordonnée relative. Ça, il y a parmi les moyens de caractérisation. La dernière phrase, une belle région, la région de Sahara, là, la région de Sud, est une belle région. Il y a une région, région belle. Belle, c'est un adjectif. Je vais vous dire que c'est un adjectif. Parce que je vais vous dire épithète ou attribut. Il peut dire qu'on épithète, mais si qu'on masque mal le nom. Donc voilà, genre à côté du nom, donc c'est un adjectif épithète. Ah. La question 2, c'est la bizarre. Il y a souligné l'expression qui convient parmi celles proposées entre parenthèses. Attends, on a joué là, attends, on a ébarras bien à la on a dit l'expression convenable. Les donc, je n'aurais dit une goulée d'ailleurs. Lyon, c'est une ville qui se situe, il y a des tatouages à l'est. Mais c'est une goulée à l'est, à Kalmaïa. Qui est l'est, ou à Chart, qui est l'ouest, ou à l'Gharb. Voilà, Hamatanoujda c'est une ville qui se trouve à l'est. Rabat c'est une ville qui se trouve à l'ouest. Qu'est le nord, Chamal, ou qu'est le sud, ou le Jalou. Très bien. Galak Lyon, Katouaj à l'est. Lyon, Chart, non, Khata. En nord-ouest, Oshi Yajat Chamal, le Gharbi. Non. Yajat au sud, Sah, le Jalou, Jat Jit le Har. Au sud-ouest, Yanif Jat, le Jalou, le Gharbi. Donc Lyon, Jat Hana. بالنسبه للكارت جيوغرافيك دو ماروك دونك نستر على هاد او سود ويست هنا اون لوكاليز العيون بارابور او ماروك تنحدوا الموقع ديال العيون بالنسبه للمغرب دونك هذا الضرب ديال لوكاليز اون فراز بور لوكاليزي لو ماروك اون افريك بغيت تكتب لي واحد الجمله باش نعطي ليا بالضبط المغرب فين جا
دونك غادي نستعمل دوك لي لوكاليزاتور اللي قرينا ديجا في لو كور غادي نقولوا لو ماروك سو سيتيو لا سو تروف فين جا المغرب بالنسبه لافريقيا راه جا في الشمال دونك نقولوا اونور وجا انس ديال افريك ولا الويست الويست دونك نقولوا اونور ويست دو لافريك ونكتب الجمله ديال لو ماروك فوالا سو سيتيو يقع ونستعمل واحد لوكاليزاتور اللي هو اونور ويست جا في الشمال الغربي ديالاش دو لافريك من افريقيا 4 لا كيستيون 4 قال لي سيدي فورمول اون فراز بور اكسبريمي تي غو اي تي بريفيرونس قال لك سيدي كتب لينا واحد الجمله باش تعبر لينا فيها الا شنو تيعجبك شنو ما تيعجبكش شنو تتفضل بزاف اكسيتيرا ملي تنبغي نستعمل نكتب شي جمله فيها لوكو تنستعمل جيم ولا جادور ولا جيم بوكو تيعجبني هذا لي بريفيرونس نستعمل لو فيرب بريفيري جو بريفير اكسيتيرا ولا جيم ميو دونك مثلا غادي نقول له جيم كل واحد غادي يكتب على حساب هذا جيم مثلا نختار انا عزيز عليا البحر بيرسونيلمون غادي نقول جيم لا مير اي جو بريفير وهنا دابا غتهضر لي على البريفيرونس شنو تتفضل مثلا الا مشيتي للبحر شنو دير مثلا مثلا براتيكي لو سبور لا ناتاسيون جو بريفير لو سبور مثلا عزيز عليا ملي نمشي لا مير براتيكي لو سبور اي ولا بغيتي تقول بالضبط شنو تعز لك في الانواع ديال لي سبور particulièrement et particulièrement au khosousan aziz aliya quoi par exemple la natation ya sibaha la natation ra ta hiya men anwa' al riyadat nqdar nqol le football nqdar nqol matal le tennis etc et dans ces situations donc tabouli tkhla bzaf dial al'ibad ghadi nhawlou nbsto donc atawna an enoncer jumla li tqalat وانا خصني نكتب سيتوياسيون ملي تنقول سيتوياسيون هي شكون كيتكلم واش من دارت عندي دونك دائما سيتوياسيون خصني نكتب كي بارل وشنو تيدير يعني اش من دارت فوالا قال كوليج الفضاء التربوي اي اون فاس دو ليسي ابن بطوطه قال لك اعداديات الفضاء التربوي اللي ديجا كاينه هنايا في لاليق اللي قرينا قال لك هي راه تتواجد مقابله مع واحد الثانوي اللي سميتها ابن بطوطه فوالا دونك هنا شكون اللي يكون كيتكلم مثلا نقدر نقولوا تلميذ يقدر يكون هذاك نفسه شنو سميتو مهدي دونك ان اليف ديما سيتوياسيون كنقول شكون اللي كيتكلم شنو تيدير هو هنايا واش دوموند اوتوريزاسيون ولا انفيتي ولا رميرسي نو ماشي هاد الدروس هنا راه تينعت لينا راه استعمل لينا اون فاز دو تينعت هي لوكاليز دونك غادي نقولوا ان اليف لوكاليز لو كوليج كاين عند لينا او سو تروف لو كوليج شنو سميت الكوليج الفضاء التربوي با دونك فهاد الجمله راه باين الدار شنو هو سي لوكاليزي دونك ان اليف لوكاليز سون كوليج ا ان مسيو هنا تقدر تقول لي مع من تيهضر ا ان مسيو ا ان باسون مع شي واحد دايز فهم هنا العكس عطاونا لا سيتوياسيون انا خصني نكتب لا فراز اللي خصها تقال قالوا لنا الوكازيون دو نوفيل ان مناسبه العام الجديد يعني 2022 ولا هذا ادم بريزون سي فو ا سا مير ادم تيقدم تهاني الام ديالو كو لوي ديغاتيل ماذا سيقول لها دونك فوزالي ايماجيني شنو غادي يقول ادم سا مامون الوكازيون دو نوفيل ان دونك انت غتبدا بهذه نيت غتقول لماماك مثلا انت هو ادم غتقول لها بمناسبه الوكازيون دو نوفيل لون دونك العام اللي جديد عندنا حنا هو 2022 تقدر تذكرها جو تو سويت اتمنى لك جو تو سويت مامون مثلا le bonheur et la bonne santé مثلا نتمنى لك صحه جيده فوالا ولا نقدر نقول لها je te présente mes vœux de ولا du bonheur et de bonne santé
et d'une belle vie, etc. etc. Donc, on va saluer la partie où on a les 6 points de compréhension, les 6 points de langue et communication, ou le minimum, Azizi, Azizati, Tilmida, qui est الاقل تجيب 10 ديال النقاط من هاد 12 نقطه هادي. ودابا تيبقى لنا لا برودكسيون ايكريت. انت واش طارتك شحال ما جبتي فيها كل ما المعدل ديالك غادي يكون مزيان او لا شويه الى غير ذلك. دونك ندوزو دابا نصحو لا برودكسيون ايكريت. الوغ دابا كيف ما كتشوف معايا في لا برودكسيون ايكريت راه نوطي على 8 بوين. لو سوجي ضروري خصني نعرف نقراه مزيان. قالوا لنا ريديجي لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون اي جوك من الاخر حدو لك النوع ديال الرساله غتكون رساله طلب الاذن. دونك سي سو لتر كونفونسيونيل كيف ما كتلاحظوا في البلاصه فين غنجاوب خلاو لنا 8 ديال العناصر سي بون كو فو انفيري او ديريكتور فوالا. دونك نتا دابا هو ليميتور سي بون غتكتب رساله لو ديريكتور المدير. دونك الى هبطتي لتحت البلاصه ديال لي كوردوني ديال ليميتور هذوك ثلاثه السطرات اللي على اليسار غدير فيها المعلومات ديالك, ثلاثه السطرات اللي على اليمين غدير فيها المعلومات ديال المدير ديال المؤسسه ديالك. Pour lui demander la permission c'est l'autorisation. Il n'y a pas de samah ou l'idn. Je n'aurai pas de ça. Le sujet, c'est l'idn dialash. Je trouve le corps dialogue. Donc, c'est trop là avec la phrase d'organiser un débat. Donc, à dire un mot ou un mot d'akasha, là, mot dialogue les droits de la femme dans les régions du sud. هذا الموضوع غيكون كيتكلم بالضبط على حقوق المرأة في المناطق ديال الجنوب. فوالا قال لك سيدي توني كوم دو خصنا ناخذوا بعين الاعتبار ثلاثه ديال الامور مهمين. لا بريزونطاسيون دو لا لتر اي سي زانديس. دونك لي زانديس ديال لا لتر هذوك لي وي وي تيليمون راه خصكم تاخذهم بعين الاعتبار. لو ليو اي لا دات لي كوردوني دو ميتر لي كوردوني ديستيناتير لوبجي لا فورمول دابيل le corps, la formule finale et la signature. Là, ça me fait chier avec deux points. De plus, le respect de la consigne. Matrash, là, l'état de la consigne, là, on a le sujet. Sujet, on a demande d'autorisation. Attention, les chiffres, c'est un remerciement, l'invitation, là, hors sujet. La correction de la langue. Ouah, là, ça me fait chier avec deux points. السلامة ديال اللغة ديالك يعني الفوكابيولير بريسيز الكلمات اللي غتختار يكونوا مضبوطين لورتوغراف كوريكت فوالا. دونك سكترت البال هاد المسائل هادو ونعطيكم تذكير بالمنهجية ديال لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون اللي نقدر نحتاج بحال هاد المثال هذا. فوالا مي شيغ زيليف هذه هي المنهجية اللي كنت كنعطيكم من قبل اللي تقدروا تحتاجوها في لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون. تكتبوا لو ليو اي لا دات. لو ليو غادي ديروا العيون باسكو هنايا سوجي خصك تحترم لو ليو اللي عندك في لا ليتر. لا دات غادي دير لا دات ديال نهار الامتحان الا بغيتي. لو نون اي لو برينون ديالك حيت انت هو لي ميتور. لتحت دير لو نيميرو تيليفون والايميل ديالك. الكوردوني دو ريسيبتور غادي دير ا مسيو لو ديريكتور دو كوليج وغادي دير السميه ديال الاعداديه. و ابري غادي دير هذا اش كيقولوا له صالي ولا العيون ولا المهم لادريس ديالك. من بعد غدير لوبجي فيه دوموند دوتوريزاسيون. ابري غدير مسيو لو ديريكتور في لا فورمول دابيل. لو كور غادي تاخد هذيك الجمله اللي عطيت تبدا بها وتمشي تكمل هذاك لو كور ديالك. تكتب لا فورمول دو بوليتيس وتعطي لا سيناتور اللي تكتب فيها السميه والكليان ديالك. فوالا نشوفو الكوريجي ديال هاد لا برودكسيون. الوغ فوالا غادي نبدا بلو ليو اي لا دات. جي كري العيون. علاش انا درت العيون؟ باسكو هنا الى لاحظتو في النص كانوا عطاونا ديجا المهدي فاش كتب لا لتر لو ديريكتور شكرو حيت ديجا كنطلب منو الاذن. داكور كنطلب منو الاذن باش ينظمو واحد لو ديبا سور لي كونديسيون دي فام ولي دغوا دي فام اكسيتيرا. مفهوم؟ دونك هنايا كنلاحظ بان تقريبا لو ميم سوجي. دونك نقدروا نكارديو العيون. الناس اللي غيديروا غابا صالي كازابلانكا طونجي اكادير راه حتى هي صحيحه. لا دات تقدر دير هاد لا دات اللي عطيتك انا اللي قريبه لهذيك لا دات اللي عندنا في النص يعني تكون قبل منها باسكو هو في لا ليتر تما شكرو. هنا غادي يطلب منه الاذن ومنين تنطلبوا الاذن كنكونوا قبل ما نشكروا داك الشخص. او لا تقدر تكتب لا دات ديال نهار الامتحان لا حرج في ذلك. بالنسبه لي كوردوني دو لي ميتور هنا خدينا مثال ديال حسينه بوجمعه. تقدر انت تكتب سميتك وكنيتك حيت انت هو لي ميتور. غادي تكتب السميه ديال المدرسه ديالك. هنا عندنا الفضاء التربوي
انت غادي دير مثلا السميه ديال العيديه ديالك حي الوحده، انت غادي دير حي السلام ولا كارتي السلام ولا هذا، ودير لادريس المدينه العيون صالي. شوف انت فين درتي، الا درتي العيون الفوق دير العيون تما، درتي صالي دير صالي. بالنسبه لي كوردوني دو ديستيناتير، انا قالوا لي نكتبوا لا لتر لو ديريكتور دو كوليج، دونك اوتوماتيكمون هذيك الجمله تبقى صحيحه. نقولوا اه مسيو لو ديريكتور دو كوليج اونتر غيومي، تكتب لي السميه ديال المدرسه ديالك ودير لادريس حداها. الا اختاريتي بحال المثال اللي عطيتكم انا سي بون، بغيتي دير المثال ديال المدرسه ديالك ودير السميه ديال المدينه ديالك سي بون. لوبجي هنا كاين واحد الخطا، فهاد لوبجي صحو خاصها تكون تمايا دوموند دوتوريزاسيون ماشي رومرسيمون صافي. حيت في الرساله قالوا لنا نطلبوا الاذن. من بعد دير لا فورمول دابيل مسيو لو ديريكتور، ومسيو لو ديريكتور انا معاوده دو فوا دونك نضربوا على وحده. بالنسبه لو كور هو اهم حاجه عندنا في لا ليتر، غادي تبدا بهذه الجمله هذه ما تتغيرش في لا ليتر دو دوموند دوتوريزاسيون، تقدروا تحفظوها. جي لونور دو فو دوموندي بار لا بريزونت لوتوريزاسيون دو، اتشرفوا يعني حاليا انني نطلب منكم الاذن باش. هذه كتاخذها بصفه عامه، هذيك من ورا دو تاخذها من سوجي. السوجي قالوا لنا اورغانيزي ان ديبا سور لي دووا دو لا فام دون لي ريجون دو سو، غادي تكتبها كيف ما هي. من بعد غادي تزيد شي حاجه من عندك، ما عندكش مع الفرنسيه زيد كتب داكشي اللي عطيتك في المنهجيه. بور اسيغي لا جوستيس اي ليغاليتي انتر لا فام اي لوم، دونك هنا غتحدد انت لو بوت ديال هاد لاكتيفيتي. تقدر تقولو سيت اكتيفيتي فيز ا ولا لو بوت دو سيت اكتيفيتي، الهدف من هاد النشاط سي اسيغي اننا نديرو لا جوستيس، نحقو العداله وليغاليتي المساواه انتر لا فام اي لوم، باش يولي الراجل والمراه كيف كيف. افان ديليميني لا فيولونس، اولا باش نحيدو الغيو مثلا العنف اليغار دي فام تجاه المرأة، كي جو ان غران رول دون لو ديفلوبمون، اللي كيلعبو دور كبير في التنمية اكسيتيرا. تقدر تقول له مثلا كيف ما عطيتكم في المنهجية هذاك الجملة ديال جو ريست ا فوتر ديسبوزيسيون بور توت انفورماسيون كومبليمونتير، انا غنبقى راه الاشارة ديالكم اجل اي معلومات تكميلية تقدروا تزيدوها تاعي باش طولوا لو كور. ادوز لا فورمول دو بوليتيس وغادي تقول دون ليسبوار دون ريبونس فافورابل نو فو بريون داغري. هنا علاش تكلمنا بنو؟ باسكو كتهضر انت والتلامذ اللي معاك. مسيو نو ساليتاسيون لي ميور، وما تنساوش تكتبوا سميتكم وكنيتكم لتحت في لا سينياتور، اي تري بون شونس.